انجاز ان قانون الرياضه طلع في الوقت ده، لكن مع التطبيق في حاجات احنا شفناها لازم ناخدها. الحاجات دي دلوقتي بنبلورها، دورنا ايه كدوله في القانون، دور المواثيق الاولمبيه والدوليه ايه التي يبقى في مرونه معانا فيها. كل حاجه احنا شايفين حصل من خلالها مشكله في القانون هنقعد نشتغل عليها ونطورها وناخد التدرج الطبيعي ان احنا وقتنا فيها. يعني فورا نتعاون مع وزاره التعليم العالي في الجزء ده، لان كمان احنا عملنا حاجه، احنا عندنا اداره التعليم في الشباب، اداره التعليم في الرياضه، ثم الاتحاد الرياضي للجامعات. التفكير بتاعنا ازاي ان احنا نضم ده في حاجه واحده عشان ما يبقاش فيه هنا برامج وهنا برامج وهنا برامج ويدخل ده يعني الصرف في كذا حاجه. فده جزء من اللي احنا فكرنا فيه. طب الجزء الثاني اللي بيها الفكره اللي قالها الدكتور خالد عبد الغفار السيد الوزير معالي وزير البحث التعليم العالي والبحث العلمي، ان احنا نعمل زي بنك الموهبه. البنك الموهبه ان كل واحد ممكن يبعت لنا على سايت معين او سيرفر معين ان احنا موهبته ايه، نبدا ناخدها وبعدين نبدا نروح له او يجي لنا. دي فكره يعني دلوقتي قابله ان احنا بنحط اطر ومعايير التطبيق فيها. تكريم، انا يمكن قلت ده حاجه عظيمه جدا وتاج على صدري انا، ان انا يعني موجود في الفتره دي وفي اللحظه ديت، ان انا موجود مع ابطالنا بيكرموا ومع السيد الرئيس بالفكر الهائل ده، بالاستراتيجيه والرؤيه الكبيره اللي احنا شفناها، بفهمه العميق جدا للرياضه المصريه، بفهمه العميق جدا يعني ايه اللياقه البدنيه هي الاساس، ازاي نهتم بيها، القدرات الصحيه ازاي نهتم بيه، ازاي ده مع المهاره يكتملوا. انا بتكلم حضرتك طريقه التفكير والاهتمام بالرياضه، اذا احنا في مرحله اهتمام يعني الرجل الاول في الدوله، وبالتالي يعني دوله رئيس الوزراء ثم الوزير المعني وزير الشباب والرياضه. اذا بقول للشباب المصري يعني اجري انتج اشتغل، احنا موجودين، الرياضه المصريه بخير رايحه للخير، بس كلنا نأدي دورنا. المدرب يأدي دوره، الإداري يأدي دوره، اللاعب يأدي دوره، الجهة الحكومية تأدي دورها، الوزير يأدي دوره، كلنا لو أدينا دورنا إن شاء الله أكيد هنبقى أحسن بكتير. طبعا مصر ممكن تكون قادرة على استضافة أو تنظيم، ده اللي احنا بنفكر فيه ونتعامله. ممكن تنظيم كأس العالم 2030، لازم أتحرك عليه من دلوقتي، لازم أتحرك بدري.